تشارك دولة الكويت في أعمال الدورة 13 لاجتماع الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في فيينا بوفد يضم عددا من المختصين من الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. نعم، وخلال هذا الاجتماع سيتم مراجعة الممارسات والمبادرات المتخذة في مجالات منع الفساد، ومنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتعزيز الشفافية في القطاع العام. تشارك دولة الكويت بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد على امتداد 5 أيام متواصلة في اجتماعات الدورة 12 للفريق الحكومي الدولي المعني بمنع الفساد، والدورة 13 للفريق الحكومي الدولي المعني باستعراض تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الاجتماع هو عبارة عن اجتماعين، هناك فريق معني بالاستعراض، وهناك أيضا فريق معني دولي مفتوح العضوية لمعني بمنع الفساد. في فريق الاستعراض سوف نسلط الضوء على أبرز الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت نتيجة لآلية الاستعراض. فيما يتعلق بفريق منع الفساد سوف نسلط الضوء على الإجراءات أو خلينا نقول التدابير الوقائية التي اتخذتها دولة الكويت نتيجة لانضمام هذه الاتفاقية، منها ما يتعلق بالحملات التوعوية، وأيضا فيما يتعلق في مجال التعليم، وأيضا ما يتعلق في مجال التكنولوجيا واستخدام التطبيقات للهواتف الذكي. رئيس قسم القضايا والتحقيقات أشار إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت تحرص دوما على الاستجابة إلى كافة ما يطلبه الفريق الحكومي الدولي المعني بمنع الفساد والفريق الحكومي الدولي المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أن دولة الكويت ستسلط الضوء خلال هذه المشاركة على أهمية الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت نتيجة لآلية الاستعراض. دولة الكويت خضعت للآلية في دورتها الأولى وصدر التقرير، والتقرير منشور حتى على موقع الأمم المتحدة، وأيضا احنا الآن نخضع للدورة الثانية من الاستعراض من قبل دولتين هما أنتيغوا وبربودا وكيركستان، ونترقب زيارة للخبراء الدوليين إلى دولة الكويت خلال العام الجاري، ربما في نوفمبر من العام الجاري، حيث سوف يلتقون بالمسؤولين في نزاهة وفي مجموعة من الجهات المعنية لمناقشة أبرز ما ورد في أجوبة دولة الكويت على قائمة التقييم الذاتي. إدراج دولة الكويت مكافحة الفساد ضمن خطة التنمية 2035 ومشاركتها في البرامج الدولية ذات العلاقة يعكس الأهمية البالغة التي توليها الكويت لمقاومة هذه الظاهرة. من مقر الأمم المتحدة بفيينا لتلفزيون دولة الكويت، عبدو أبو القيد.